احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق المنيت السعيد تبع المحموديه ومعاكم قناه المواش اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار العجميات البقر العشر مع المعلم احمد الشرقاوي سنديول كفر الشيخ. صباح الخير رجالي، كل سنه طيب يا حاج احمد، عامل ايه يا غالي؟ السوق عامل ايه النهارده؟ كويس، يعني في تحسن ولا ايه؟ تحسن السوق كويس يا غالي، خلاص يعني في حركه يعني بدا ها؟ حركه وبصراحه ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. العالم انهزت ياما يا عم احمد، والعالم غرمت ياما برضه، ربنا يعوض على الفلاحين ويعوض على التجار ويعوض على المربي برضه. الله اكبر، الله طول عمره بخته ماشي في كل حاجه، في كل حاجه يعني في تلك الحياه. التاجر ضحك عليه، حتى الزرعه بتاعته خيمه، حتى الزرعه بتاعته برضه بتطلع خيمه. يا عم الحاج بيروح يبيع شيت رز ب 3000 والعالم ب 50 وشبعه بست، والتجار بياخدوه وبيعوه بوصل 20 يا حاج احمد. الراجل ده عنده شويه جافيه بيصومني. الله يبارك له ويصلح حاله. ب 5 وبيبيع ب 20. الله يصلح حاله، وتصرف برضه بتكلف. اللهم صل عليك. الاعشار قد ايه يا حاج احمد؟ سبعات نضاف الاثنين. الاثنين سبعات نضاف يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. كسرين حاجه يا حاج احمد؟ كسرين اجواز بسم الله ما شاء الله، والعشر سبعات الله اكبر بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. سعرهم على بعض الجوز ولا كل واحده لوحدها؟ كل واحده لوحدها. ديت بكام يا حاج احمد؟ ديت ب 49500. 49500 والعشر سبعه يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. رخ والضر باين يا جماعات بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الكنف، الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. والثانيه دي حاج احمد؟ سبعه نضاف برضه. سبعه نضاف برضه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. 46600. 46600 يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الكنف، الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الكنف، الله يبارك لك يا حاج احمد، مالك من المال الطيب والله بسم الله ما شاء الله. العجل الذكر ده تبع مين؟ جبتها يا جماعه حبيبنا شيرين ما بتعرف سعره واخدوه بكام؟ الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه غير دولت يا حاج احمد؟ معاك حاجه غير جوزه؟ اخر جوز، الله يبارك لك ويصلح حالك، انت راجل محترم واسعارك حلوه والناس بتحبك يا حاج احمد، لان انت راجل عندك مصداقيه بما يرضي الله. ادينا الرقم طيب. 012 012 2 18 10 150 150. المعلم احمد الشرقاوي سنديول كفر الشيخ، اللي عايز عجميات عشر موجوده عنده، عنده مصداقيه بما يرضي الله، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. صباحك ابد يا حاج احمد، الله يصلح حالك وحال الجميع. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.